حقيقة تأتي مشاركتنا في هذه الندوة الدولية المهمة والتي تتناول موضوع على درجة عالية من الأهمية، وهو الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية والتقنية. وقد شهدت هذه الندوة عدد من الأوراق والكثير من البحوث والدراسات التي كلها تؤكد على نقطتين رئيسيتين: أولاً محورية حق الخصوصية، وكذلك ما يتعلق في حماية البيانات لكافة المستخدمين، وكذلك العمل على إيجاد عدد من الأفكار والأطروحات وكذلك المقترحات والتوصيات التي يمكن توظيفها بالشكل الصحيح فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات في إطار هذه الفكرة وفي إطار هذا المبدأ. حقيقة أن العصر الرقمي معه كثير من التحديات التي تتعلق سواء بالجريمة المنظمة أو العمل الإرهابي أو كل ما يتعلق بأشكال التطرف أو رسائل الكراهية أو كل ما يتعلق بالإساءات المختلفة. ولهذا من المهم أن يكون هناك تعاون دولي وتآزر بين كافة المؤسسات والمنظمات المعنية، سواء في مجال حقوق الإنسان أو المراكز البحثية والفكرية أو المؤسسات الرسمية المعنية بالتعامل مع هذه الظاهرة، باعتبار أن التعامل في خلال بيئة رقمية آمنة هو مطلب مهم للجميع. لا شك أن كل ما يتعلق بمواجهة التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية وخاصة حماية البيانات يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين وأيضا وضع الأطر القانونية الملائمة بما يكفل حماية كافة المستخدمين وتصفحهم بأمان وحماية لكافة المعلومات التي تتعلق بهم. حقيقة سوف أتشرف برئاسة الجلسة الختامية من هذه الندوة المميزة والمتعلقة بالنظر إلى المستقبل وكيف نستطيع أن نوجد الأفكار ونطور الحلول البديلة فيما يتعلق في التعامل مع هذه المسألة. وبالتالي فإن البعد الحقوقي هو في مركز القلب فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المسائل، باعتبار أن حقوق الإنسان كافرة يجب أن تكون مرعية ويمكن الاهتمام بها بشكل أساسي.